كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. المباني الموجودة بمنطقة باب الحرب في فاقس من سنة 1900 هذه مسجلة في التراث الوطني، محمية بالتراث الوطني، فهمت؟ وهذايا النوعية نتاع الزوز صومعات هذوما كانوا هم مش صومعة، هذا منظرها كصومعة بجانب الصومعات البلدية. واحدة منهم البارح طاحت خاطر كانت داعية للسقوط، وان شاء الله قمنا بالواجب الكل كتراث وكبلدية، حمينا المنطقة وعملنا تو لجنة للأزمة هذه بحول الله غدوة حي باش نقوموا بالواجبات الكل. اليوم كتراث لمدنا كل ما هو آثار، يعني القطاع من الصومعة تم حفظها إلى طرف التراث، وان شاء الله الحمد لله لاباس، اللي ما طاحتش على المواطنين، طاحت فوق السطح بحول الله باش نقوموا بالواجب كما ينبغي باش نستحفظوا على الصومعات هذوما وعلى منظر صفاقس وتراث صفاقس كما في مكان هذا. بناية عمرها 120 سنة، ماهوش ساهل معناها باش تزيد في السنين الأخيرة الكل كانت متعددة الأملاك، ما عادتش ملك واحد برك، ولات فيها ياسر الأملاك. هي مجموعة الوطنية، لكن احنا كبلدية ما نجموش ندخلوا في أملاك الغير، كان جات ملك بلدي حال دخلنا فيها، اما مش نجموش ندخلوا في أملاك الغير، اما قاعدين نحطوا توا في الملاكة نتاعها باش يقوموا بواجبهم في الترميم وفي تصليح